السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي الأفاضل، وياكم هيثم النصراوي. واليوم وصلنا للمحاضرة رقم 19 في كيفية استخدام مكتبة الماتبلوتليب للرسم. بالبداية نفتح البايثون اللي واجهته بهذا الشكل، نروح نفتح ملف جديد، نجي هنا نجيب المكتبة مالتنا امبورت ماتبلوتليب plt وجوه plt.show. واليوم المحاضرة مالتنا هي إكمالا للمحاضرات السابقة الخاصة بالسب بلوتس، لكن عندنا هنا في الطريقة جديدة أنه راح أرسم سب بلوتس من ملف. أوكي، شنو يعني؟ يعني على سبيل المثال عندي هذني الملفين السي اس في، واحد بدرجات الحرارة لطول السنة يعني لكل أيام السنة، وواحد بالنسب المئوية لهطول الأمطار خلال كل السنة لسنة من السنوات اللي هي 2009. يكونن بهذا الشكل، يعني هذا هنا مالت الأمطار وهذا مالت درجات الحرارة. هسه شلون نستدعي ذني البيانات داخل البايثون وشلون نرسمهن بالسب بلوت؟ نجي نروح للبايثون، اجي بالبداية هنا أنا اقول import csv واقول with open، افتح ملف مثلا درجات الحرارة 2009 شارحة temperature شارحة daily.csv as csv underscore file، عرف متغير سميه CSV reader يساوي CSV dot reader CSV underscore file coating يساوي CSV dot coat underscore non-numeric، جوا أعرف متغير أسميه temperature يساوي. بهذا راح أسوي loop على البيانات اللي حطيتها بالCSV underscore reader حتى أخزن هنا اللي هن القيم. أفتح list أقول x for x in csv underscore reader، وبهالطريقة أنا قدرت أجيب البيانات من ملف درجات الحرارة csv اللي عنوانه 2009 temp daily وخليتهن بالتمبرتشر. هسه شنو أجيب البيانات مالت الأمطار؟ خلينا نسوي كوبي لهذه اللاينز، وهنا نغير هذه temp إلى rain وهاي temperature إلى rain. نجي هنا هسه نعرف متغير اسمه days range 365، هنا يمثل لي هذا عدد الايام لان انا البيانات عدي لطول السنه لكل ايام السنه. الدور اجي هسه هنا ارسم اقول plt.subplot. هاي تعتبر هم طريقه اخرى بكيفك انت، قلت لك الطريقه اللي تعجبك ترسم بها ارسم بها، لان كل الطرق هي تعطي نتائج ماشي، فالطريقة المناسبة لك وشوفها سهلة وتعطيك النتائج اللي أنت تريدها اختارها. هنا أنا ما راح أسوي ريفرنس للفيجر وإلى آخره، مباشرة راح أرسم. نجي هنا قلنا إحنا نعتبر الفيجر على شكل شنو؟ مصفوفة. فبما أنه أنا عندي بيانات اثنين راح أرسم شنو؟ فيجرين يعني تو سب بلوتس، خلينا نخليهن واحد جوا الآخر، فراح أقول اثنين فارزة واحد فارزة واحد plt.plot. احتاج x و y، ال x راح تمثل لي الدايز وال y راح تمثل لي درجات الحرارة. خلينا نسوي كوبل ذن التو لاينز، خليهن جوا، هنا غيره الى اثنين وهنا نخليه رين. خلينا ننفذ ونشوف شلون راح يكون. ومثل ما تلاحظون انا قدرت ارسم البيانات هنا بهذه الصورة. خلينا نضيف مثلا labels y label X label، خلينا نضيف عناوين إلهن. أوكي plt dot y label، خلينا نقول هنا temperature، خلينا نضيف جوا y label سمي rain، راح أضيف X label واحد حتى يكون مشترك لاثنيناتهم أسمي days، خلينا نضيف عنوان plt dot super title سمي مثلا 2009 weather. خلينا مثلا نحطهن بجريد، لما اريد اضيف جريد لازم اضيف جريد لاثنيناتهم. اوكي نقول plt.grid وهنا هم اضيف جريد. خلينا نلون لان المنحنيات، خلي مثلا color يساوي red، نضيف هنا color نخليه بلو، وخلينا نرسم ونشوف النتيجة. اذا تلاحظون الشكل هنا صار شلون اكثر ترتيب، يعني هنا خلينا الوان اللون الاول اللون الثاني، خليناهن بجريدز، ضفنا لهن ليبلز، هذا الواي ليبل هذه درجات الحراره وهذا الواي ليبل للامطار،
وهذا days يتمثل لي الـ x-axis بيانات الـ x يعني اللي هي الأيام من 1 إلى 365، وهذا العنوان للفيجر. وهذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم، وأتمنى أنه نالت إعجابكم، وإن شاء الله نلتقي بمحاضرات أخرى. مع السلامة.